بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله صباح حضراتكم بكل خير. أحييكم في هذا الصباح المميز، صباح الأحد 23 مارس 2024، وفي هذا أو ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. اليوم هو يوم الكبار، يوما خاصا بثنايا أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في هذا الانطلاق الموفق إن شاء الله لهذه المؤسسات الكبرى وهذه الأصايل التي تنطلق ضمن هذا المهرجان الغالي والمهرجان الكبير. متابعينا مشاهدينا الكرام، مع أول الأشواط الرئيسية انطلق على بركة الله شوطا خاصا بالثنايا الإبكار، ويحمل مجموعة كبيرة من الشعارات، شعارات مميزة انطلقت من 8 كيلومترات، أسماء عملاقة تشارك، شعارات كبيرة من المؤسسات وهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة تندفع من هنا من جوهرة ميادين الخليج، ميدان الشحانية، حيث يحتضن شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة وهجن أبناء القبائل في هذا المهرجان الكبير. شعارات قادمة من شتى دول مجلس التعاون الخليجي، من الإمارات، من السلطنة، من السعودية، من الكويت، من البحرين. مرحبا بالجميع هنا في دار آل ثاني الكرام، انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا مع هذا الشوط الرئيسي، مع هذا الصباح المميز، مع إشراقة شمس هذا الصباح وهذه الشعارات وهذه الأسماء. أجواء رياضية مميزة، أجواء أخوية هنا في ميدان الشحانية. ننطلق مع هذا الشوط بعد أن قطعنا الكيلومتر الأول لنتعرف على المراكز المندفعة والمنطلقة في هذا الشوط الرئيسي. ننطلق مع المركز الأول، مع صدارة ومقدمة الشوط، رسالة القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، يضمرها طارش بن مبارك بن راشد الحميري في المركز الأول وفي صدارة ومقدمة الشوط. المركز الثاني وتر، على المركز الثاني لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان والصادق بن فضل الأمين في المتابعة والتضمير. المركز الثالث من الجانب الآخر شعار هجن الشحانية على المركز الثالث، وهذه هوايل على المركز الثالث تنطلق بالشعار الأدعم الكبير، شعار هجن الشحانية يضمر هوايل جار الله بن عقيل المري في عملية التضمير والمتابعة. رقم 5 شعار هجن الرئاسة، على المركز الرابع تحمل شعار هجن الرئاسة القادم من دولة الإمارات. يا سلام، مرحبا مرحبا بهذا الشعار الكبير، مرحبا بكل الشعارات، كل الشعارات الحاضرة. إذا المركز الرابع المتحدة، على المركز الرابع الهجن الرئاسة يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي عملاق المضمرين في المركز الرابع. المركز الخامس رقم 10 على المركز الخامس، وهذه المسك لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان علي بن سعيد بن مبروك الوهيبي في عملية التضمير. هذه النتيجة وهذا النداء الأول للمراكز الخمسة
جلستي الأولى أعلنتها لحضراتكم كاملة مكملة في هذا الشوط الرئيسي. أول إعلان، شعارات مميزة، شعارات كبيرة، شعارات فاخرة حضرت في هذا المهرجان، في هذا المهرجان الغالي، مهرجان سمو سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. يا سلام، لقاء أخوي كبير يجمع بين أبناء الخليج هنا في الشحانية في هذه الأجواء الرياضية. أتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. كل الشعارات أتمنى لها التوفيق والناموس. أعود إلى مجريات شوطنا. بدأ البرنس في هذه اللحظة بالتخطيط، وهذه اللي بالمركز الأول عندنا هوايل تحمل الشعار الأدعم عند البرنس جرى الله بن عقيل المري. المركز الثاني وتر على المركز الثاني لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق بن فضل الأمين في عملية التضمير. مرحبا بالشعار العاصفي، شعار هجن العاصفة التابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. مرحبا بهذا الشعار، شعار العاصفة مع جلمودة على المركز الأول. انتقلت هذا الشعار الملكي على المركز الأول، يضمرها من؟ غياث الهلالي في المتابعة والتضمير. المركز الثاني الشعار الرئاسي مع المتحدة وشعار هجن الرئاسة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي عملاق المضمرين. المركز الثالث البرنس يقدم هذا الشعار ويقدم هوايل بالمركز الثالث تحمل شعار هجن الشحانية عند المضمر جار الله بن عقيل المري. رابعاً وتر على المركز الرابع لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل هيان عند الصادق بن فضل الأمين في المتابعة والتضمير. المركز الخامس، هذه الشايبة على المركز الخامس تحمل شعار هجن الرئاسة عند محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في المتابعة والتضمير. هذا بن زيتون بالمركز الخامس. المركز السادس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم شعاره على ظهر رسالة في أجمل رسالة صباحية أحييكم بها وأبعثها لكل عشاق الأصالة في الوطن العربي الكبير على الهواء مباشرة، نقلا حيا مباشرا أبعث برسالة حب لكل المتابعين لكل عشاق الأصالة عبر القنوات الناقلة عبر الريان وعبر الكاس وعبر قناة تياس وأيضا دبي ريسينج التي تتابع هذه القنوات المميزة هذا الحدث الرياضي المهم. أتمنى التوفيق للجميع. أعود إلى العاصفة وهجنها. العاصفة الشعار الملكي الكبير على المركز الأول يحلق مع جلمودة على المركز الأول وعلى صدارة ومقدمة الشوط. يتابع جلمودة غياث الهلالي في عملية التضمير. المركز الثاني، المركز الثاني المتحدة الهجن الرئاسة، هجن الرئاسة العملاقة عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي عملاق المضمرين. غياث الهلالي يقدم اسما اخرا في هذا الشوط، يقدم سرابة على المركز الثالث. قدمت العاصفة وناوي هذا الشعار على الشوط الرئيسي، لا محالة في هذا الشوط. هذه سرابة الهجن العاصفة عند غياث الهلالي المركز الرابع. المركز الرابع هوايل لهجن الشحانية مع جار الله بن عقيل المري. المركز الرابع ولا الخامس الشايبة لهجن الرئاسة عند محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الصمود تقدمت في هذه اللحظة إلى المركز الخامس بل إلى المركز الرابع الهجن الشحانية عند البرنس جار الله بن عقيل المري في أول نداء في أول إعلان. المركز الخامس
المركز الخامس الشايبة، هذه الشايبة، الشايبة الهجن الرئاسة عند محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هذه النتيجة مرة أخرى لحضراتكم متابعينا. لكن بعد الخمس يا أخواني أذكر بأن هناك أسماء أراها تقترب واصلة واصلة لا محالة يا سلطان، يا سلطان الوهيبي واصلة لا محالة. عينك ورا شوف المراكز الثاني والثالث والرابع والخامس، أسماء عملاقة. الله يعينك يا سلطان. عموما على كل حال متابعينا مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات أعلنت المتحدة إقلاعها في هذا الشوط الرئيسي، في هذا الشوط الرئيسي في أول الأشواط الصباحية مع إشراقة شمس هذا اليوم. هجن الرئاسة مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي الذي يتابع هذا الاسم، اسم تخصص مع الأشواط الرئيسية الوهيبي. أعود إلى المركز الثاني والثالث لهجن العاصفة عند غياث الهلالي. معنا سرابة ومعنا جلمودة على المركز الثاني والثالث. المركز الرابع، مرحبا بمبعدة على المركز الرابع، وصلت هذه البطلة بالمركز الرابع عند جابر بن سالم بن فران. لهجن الشحانية المركز الخامس، الصمود لهجن الشحانية عند البرنس جار الله بن عقيل المري. ونحن في هذه اللحظات متابعينا مشاهدينا على الهواء مباشرة نتجه علوة في هذا المسار وننحني جنوبا بعد لحظات إلى خط النهاية، إلى المنصة الرئيسية إن شاء الله. من هو من هذه الشعارات؟ شعار العاصفة ولا الرئاسة ولا الشحانية؟ هذا هو مسلسل مميز في هذا المسار، مسلسل في هذا المسار وفيلم وثائقي يوثق هذا الناموس. إلى أين من هذه الشعارات؟ إلى أين؟ الله، الرئاسة في المركز الأول، الرئاسة بالمركز الأول مع المتحدة، غير الشعار العاصفي الكبير على المركز الأول مع سرابة وغياث الهلالي في المتابعة. المركز الثالث هنا كرة وفرع المركز الثالث، كرة لهجن الشحانية مع المضمر المميز محمد بن خالد العطية، اسم تخصص مع الكبار، هذا المضمر الحوت المشاغب الاسم الكبير. لكن المركز الرابع غير يا اخواني، هذه مبعدة بين قوسين، مبعدة على المركز الرابع، يضمرها شبل المضمرين جابر بن سالم بن فران، تحمل الشعار الادعم. المركز الخامس الشايبة لهجن الرئاسة عند المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. على المركز الخامس اعود الى المركز الاول، راح بو خالد. لكن انا قلت لكم بين قوسين مبعدة على المركز الخامس، هناك قلت لكم مبعدة، ما قلت لكم مبعدة غير يا أخوة، رحبت بها ترحيب خاص سبيشل، يا سلام، يعني ترشيح، لكن ترشيح مبطن بو سعد، ترشيح مبطن، يا سلام. الشايبة قادمة يا جابر، الشايبة قادمة تحمل هذا الشعار المميز، الشعار الكبير، شعار هجن الرئاسة قادمة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. لكن مبعدة راحت مع صباح الناموس للأدعم أدعم. هذه مبعدة، والله رشحتها هناك يا أخواني، هذه مبعدة ولهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فران. جود مورنينج لهذا الشعار وعشاقه بقيادة المضمر جابر بن سالم بن فران. وصباح الناموس يا مبعدة، صباح الخير، صباح الشوط الرئيسي مع هذا الشعار الكبير. هذه مبعدة اللي تحمل شعار هجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فران. المركز الثاني، هذه الشايبة بالمركز الثاني تحمل شعار هجن الرئاسة الكبير بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث على المتحدة لهجن الرئاسة عن سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع،
المركز الرابع كر الهجن الشحاني عند محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الخامس وصلت سرابة لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. منافسة ولا أروع تجمع بين أقطاب المنافسة الكبرى، منافسة شيقة على طبعا المركز الأول بين شعار هجن الشحانية والرئاسة والعاصفة. انحصرت المنافسة ولكن هناك شعارات لا تقل أهمية في هذا الشوط الرئيسي، في هذا الشوط الأول حاضرة من هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة، ولكن الشحانية تفرض سيطرتها في هذا الشوط الرئيسي بعد هذه المنافسة الكبيرة مع الرئاسة والعاصفة لتحقق وتهدي عشاق هجن الشحانية هذا الناموس الغالي. التوقيت الزمني 12 دقيقة 27 ثانية 89 جزء من الثانية. هذه مبعدة اللي رشحتها ترشيح مبطن، هذه مبعدة هجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فران المري شبل المضمرين. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني الشايبة لهجن الرئاسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. توقيته الزمني 12 دقيقة 29 ثانية 6 أجزاء من الثانية، وتوقيت صاحبة المركز الثاني الشايبة تحمل شعار هجن الرئاسة الكبير وبمتابعة مضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس. حلت بالمركز الثالث، المركز الثالث لهجن الرئاسة وهذه المتحدة بشعار هجن الرئاسة الكبير يضمرها المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. توقيته الزمني 12 دقيقة 32 ثانية 54 جزءا من الثانية، وتوقيت صاحبة المركز الثالث بمتابعة هذا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا تهانينا.